السلام عليكم، معاكم محمود من قناة رواية لايف. حلقة جديدة النهاردة، هي مجموعة موضوعات تتعلق بمعيشتك وواقع معيشتك في المستقبل في أوكرانيا أو في روسيا، حسب أنت عايش فين. الواقع الأول، هي 4 5 وقائع. يعني الواقع الأول، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعمل ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فاحنا عندنا ايه من الـ3؟ ممكن حد يقول لك انا للاسف يعني انا في العلم مش قوي، يعني ما كملتش الدراسات عليا مثلا ولا حاجه، ما فيش عمل ينتفع به نهائيا يعني. طيب صدقه جاريه مثلا، انا هنا في اوكرانيا مثلا ما عندناش او احنا في روسيا ما عندناش القدره ان انا اعمل كولدير في الشارع مثلا، او اعمل صدقه جاريه، امهد طريق، اعمل حاجه، ما يعني انا في اواخر عمري مثلا وما تمكنش ان انا اعمل صدقه جاريه ومش عارف اعملها ازاي، ما فيش سكه، ما عنديش الخبره ولا حد يعني سالته وجاوبته، ما فيش غير ابني او بنتي. طيب نرتب بقى من بدري في المستقبل، يعني نحاول نعمل الاثنين الاولانيين قبل حكايه ابني، ده ان ابني دي هي اصعب واطول حاجه. ابني او بنتي انا سايبه للمدام اللي هي بتتكلم مثلا روسيه، اللغه الروسيه والثقافه الروسيه اللي هي مش ثقافه اسلاميه، وماشيه في السكه دي، وفوجئت ان ابني ما بيعرفش حاجه عن الاسلام، ما يعرفش حاجه عن اللغه العربيه. جاي اقول له عمر بن الخطاب يا ابني مره قال كذا، فقعد وبعد مثلا دقيقه يقول لي بابا مين عمر بن الخطاب؟ طبعا انت تفاجئ، تقول لي مثلا لامه انت ما حكيتلوش ليه اللي انا الحاجات اللي علمتها لك، تقول له مثلا ما جاش فرصه، الولد دايما في المدرسه او البنت دايما مشغوله، البنت مثلا في الجامعه في مدينه تانية بتدرس، فمش فاضيين نتكلم معاها. فخلي بالك الابن علشان يبقى صالح يقوم يدعو لك، يقوم ينفعك بعد ما تموت، ده عمليه صعبه محتاجه تمهيد من مده طويله. فده المبحث الاول، نحاول نشوف عمل ينتفع بيه في البلد اللي انا فيها، في المجتمع اللي انا فيه، او حتى مش اللي انا فيه، حتى المجتمع اللي انا جاي منه. الاولاني يعني بلدي الاصل. الحاجه الثانيه اللي هو في صدقه جاريه، في مصارف للصدقات الجاريه تساله فيها مشايخ الجوامع او بتوع المراكز الاسلاميه في البلد اللي انت فيه. ثالث حاجه، ولد صالح يدعو له، لازم يبقى صالح عشان يدعو لي، مش لازم يبقى ولد، ممكن بنت، يعني ابني يعني او بنتي، فبنتي كبيره الصغيره اي حد منهم لو لحقته وخليته حد محترم متدين في نظر الاسلام، وقبل ده كله بتعامله كويس او بتعاملها كويس، فهتدعي لك او هيدعي لك. وهي دي نقطه مهمه ومحوريه في الجزئيه دي. نيجي للمبحث الثاني. المبحث الثاني هو وضعيه حياتك في المستقبل، او نهايه حياتك من الاخر. في المستقبل انت اكيد كلنا هنموت، مفيش حد مخلد. طيب هنندفن فين؟ ان هنندفن ازاي؟ مين هيراعي الموضوع ده؟ زوجتي عارفه القصه دي، قرايبها، اخوها، امها، ابوها، العيله دي يعني ممكن يكونوا مش مسلمين بس عارفين الطقوس الاسلاميه، عارفين هيكلموا مين، عارفين هيتواصلوا مع مين، ويخلصوا حكايه اجراءات الدفن، او اذا كانوا هيودوا الجثمان بتاعي مثلا لدولتي الاصليه، او مثلا هيودوه لبلد تانية. يعني في اجراء معين للدفن واجراءات الموت، لكل دين لطقوسه. فهل الحاجات دي انا معلمها للناس مسبقا، الناس قرايبي عيلتي؟ طيب العكس، زوجتي هي اللي توفت مثلا، او لا قدر الله ابني او بنتي، طيب التصرف ازاي على الطقوس الاسلاميه او على الطقوس الدينيه بتاعتي؟ لازم تكون محضر نفسك وسائل وعارف، ما تجيش وقت الازمه وتبتدي تتساءل وتضيع في الوقت، وتضطر انك تقبل بالامر الواقع انهم يدفنوه على طقوسهم، او على يقول لك يلا افحت يا ابني هنا واردم وبتاع، وادي التصريح اهو يلا مع السلامه، من غير ما نصلي عليه ولا نغسل ولا يعني، فاللي هو تفاجئ ايه ده، الدنيا اتكلفتت كده، انا ما ممكن يحصل كده. فده المبحث الثاني اللي لازم نخلي بالنا منه. المبحث الثالث، رزقك من حلال في يعني العيشه اللي انت عايشها دلوقتي. في ناس اضطرت ان هي تشتغل في حاجات مش حلال في البدايه، زي الشيشه، زي بار، حاجات كتيره كده بتقدم مشروبات حرام. طيب عفى الله عما سلف وتوبنا وكل حاجه. طيب لو الدنيا زنقت علينا تاني، هنرجع تاني نشتغل الشغلانات دي ولا خلاص اتعلمنا؟ هي دي النقطه المهمه. ممكن كلنا بنغلط، كلنا وقعنا في اخطاء،
اشتغلنا في اماكن غلط، اشتغلنا وظائف غلط، بس احنا كنا في مرحلة عدم اتزان، وبنتوب ونستغفر وربنا تواب اذا تاب علينا واستغفر، فاللي جاي بيكون احسن. بس هل هرجع تاني ورا؟ هو ده السؤال. اوعى ترجع ورا مهما ضاقت عليك الدنيا، ما انت جربت خلاص، بقى عندك خبرة. الدنيا لو ضاقت عليك انا هحتسب عند الله ومش هرجع تاني للغلط ولا ارجع للحرام. ربنا تاب عليك، اوعى ترجع للحرام تاني ولا الغلط لو سمحت. المبحث الرابع، هل قلبك معلق بالمساجد؟ دي سؤال مهم لازم تسأل نفسك ومن غير ما تسمع حد لو سمحت. بينك وبين نفسك، انا قلبي فعلا معلق بالمساجد، بشوف المسجد ببقى خلاص ان شاء الله لو مش معاد صلاة اخش جوه صلي ركعتين. هل انت عندك العادة دي؟ لو ما عندكش العادة دي اعرف ان قلبك غير متعلق بالمساجد. في ناس بتعدي كده جنب جامع وهو مع اصحابه مثلا مش مسلمين، وحتى ممكن من اصحابه الغير مسلمين يقول له انا سامع في صوت حاجة جوه الجامع، يمكن في صلاة دلوقتي تلحق ولا حاجة، يقول له لا لا عادي عادي بعدين اما اروح ابقى اصلي، ممكن تكون صلاة جمعة، ممكن صلاة عصر، اي حاجة. فبرضو ما تبقاش بتعدي المواقف دي كده، افتكر وركز، قول انا عديت جنب الجامع وكان في وقت صلاة وما صليتش وحصلتني مرتين ثلاثة، فلازم اعالج الموضوع ده. انا لازم قلبي يكون معلق بالمساجد، ده مكاني، ده بيت ربنا، علشان ربنا يقف جنبي انا لازم اقف جنب نفسي اولا، واخش الجامع ان شاء الله ركعتين اي حاجة. الوضوء والصلاة اللي مش هتاخد منك 5 10 دقايق هتفرق معاك 100 سنة عبادة او 100 سنة عذاب في النار. هتعمل ايه في الموقف ده ما تبقى على رؤوس الاشهاد؟ ده المذهب الاهم في اللي انا بتكلم فيه النهاردة. اخر مذهب بقى او اخر مبحث قصدي، مش عارف ادخل فيه ازاي لان في ناس ممكن تزعل. طبعا حكايه مالك حرام او حلال دي سؤال برضو ايه يزعل، فهنتجاوز الحته دي، بس انا وضحت يعني خلي بالك من حكايه المال، الدخل بتاعك حلال ولا حرام، طب بينفق في حلال ولا في حرام، عمرك كله بينفق في حلال ولا في حرام، التحايل على الناس للحصول على اموال حلال ولا حرام، انك تقول للناس الحاجه بكذا وهي بكذا حلال ولا حرام. لازم تتقصى الدخل بتاعك. ممكن انت عندك ما شاء الله ربنا بارك لك في صحتك وفي جسدك وفي خلقتك الجميلة وفي زوجتك وعيلتك وكل حاجة، ولكن ده ظاهريا، فجأة كل ده ممكن يفسد، الزوجة تمرض، الابن يهجرك ويمشي ويقول لك كلام وحش ويعقك، المال يروح، العربية تعمل حادثة لا قدر الله، كل الحاجات دي ممكن بتحصل في سنة واحدة لكل الناس. في ناس يفاجأ يبقى في غفلة من أمره والدنيا ماشية معاه كويس وماله كتير من حرام للأسف، ويفاجأ الدنيا اتقلبت عليه. فبقول لك يا ابن الحلال، أنا مش عارف أدخلك الموضوع ده إزاي، بس بقول لك نقط كده حول الموضوع، وأنت اللبيب بالإشارة يفهم، ولو إني قلتها هو بالمباشر يعني. فمالك حلال ولا حرام؟ تقصى الموضوع ده. لو حرام تخلص من المال الحرام ده ان شاء الله بالتدريج عشان ما تحسش بالصدمة، لكن قبل ما يأتيك العذاب بغتة، خلي بالك انتقام ربنا ما بيجيش برضو بالتدريج، بيجي فجأة وعلى كل حاجة وبيبقى شامل. فأنا رفقا بنفسك، الحق نفسك قبل ما حد تاني يلحقك، بس ساعتها يلحقك بقسوة. انا كلامي يعني يعتبر قاسي شوية، بس شوية رقيق مقارنة باللي يحصل. وكده كل واحد عارف ظروف حياته ماشية ازاي وايه الصح وايه الغلط. انا مجرد تذكرة، فذكر فان التذكرة تنفع المؤمنين، وان شاء الله تكون من المؤمنين والمحسنين والصابرين، ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.